أكد الرئيس السيسي خطورة الأزمة التي يواجهها السودان وتداعيات الاقتتال الدائر الذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح السكان. وأشار الرئيس السيسي إلى الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة. ليس خافيا على حضراتكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.